بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19 بعد 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة أيها الإخوة، يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: هل تثبت وصية الجد لولد ابنه وابنه حي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الوصية لا تصح للوارث، وما دام ابن الابن محجوبا عن الميراث بوجود أبيه فلا بأس أن يوصي له جده. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: أسأل الشيخ صالح عن كيفية الورد على الأطفال، وأسأل الشيخ عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، هل لها صيغة معينة أم المجال فيها واسع؟ يعني بأي صيغة تكفي؟ يدعو لهم بالسلامة والعافية والاستقامة، ويعيذهم بالله من الشرور ومن الشياطين. هذا هو الورد على أولادها وغيرهم، الأدعية الواردة لا سيما في الصباح والمساء. نعم. وبالنسبة للصيغة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصيغة هي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا خارج الصلاة. أما في التشهد فكما جاء في الحديث الصحيح أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أصابني هم وحزن وأردت أن أصلي اتباعا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الوقت وقت نهي بعد صلاة العصر، هل أصلي ولو كان وقت نهي؟ وما هي أوقات النهي؟ لا تصلي في أوقات النهي إلا ذوات الأسباب، فيها خلاف، أما غير ذوات الأسباب فلا تصلى في وقت النهي. صحة الحديث النهي عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات هي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى جهة المغرب، وبعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، ثم الوقت الخامس إلى أن تغرب الشمس. هذه على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال تقول: أوقات النهي ثلاثة، من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. أم تركي تقول: كيف نميز بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ ليس بينهما فرق ظاهر، كلاهما متقاربان. وسوسة النفس هي من الشيطان، وسوسة النفس هي من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. يقول السائل: أرجو توضيح الأصل في صلة الرحم، هل صحيح أن تواصل أولاد الخالة مستحب وليس واجب، لأن لي بنات خالتي لا أواصلهم لأسباب صعوبة التعامل معهم؟ كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام، من الأقارب، ولهم حق، لكن بعضهم آكد من بعض، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم يقول: أنا شخص كفيف ولا أجد أحد في بعض الأحيان يوصلني إلى المسجد، هل أصلي في البيت؟ إذا لم تجد أحدا يوصلك إلى المسجد وأنت لا تستطيع الوصول إلى المسجد، لأن بعض الأكفاء ما شاء الله أحسن في الحساسية من المبصرين، يمشون مسافات بعيدة بدون قائد، فإذا كنت أنت لست من هؤلاء ولا تستطيع الوصول ولا المشي إلى المسجد إلا بقائد وليس عندك قائد فصلي في البيت ولا تتبع
يتعرض للأخطار. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أنا سائق شاحنة، هل يحق لي الجمع والقصر؟ المسافر سواء سائق ولا غير سائق، المسافر يجمع ويقصر مدة سفره. نعم. لأنه عادة يكون مسافر على طول الأيام، يصده يعني أنه يتكرر. نعم. هو أولى بالرخصة من غيره، من الذي لا يسافر إلا نادرا، الذي يسافر دائما أولى بالرخصة والقصر والجمع والإفطار في رمضان من الذي لا يسافر إلا بعض السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد سالم يقول أعمل في منطقة تبعد نحو 200 كيلو متر عن أهلي وأعود نهاية الأسبوع، السؤال هل أعتبر مسافر في تلك المنطقة؟ إذا أقمت في محل عملك أكثر من 4 أيام يلزمك الإتمام، لأنك لست مسافرا، ينقطع السفر بالإقامة طويلة التي تزيد على 4 أيام، فتتم الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أرجو أن تقدموا نصيحة لبعض طلبة العلم الذين يستعجلون بالفتوى وخاصة أئمة ومؤذني المساجد. الفتوى من اختصاص العلماء، قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا، فأهل الفتوى هم أهل الذكر وأهل العلم المختصون به، ولا يسأل أي طالب علم أو أي مبتدئ أو أي عامي، هذا لا يجوز، هذا من القول على الله بغير علم، لا يجوز أن يسأل مثل هؤلاء، ولا يجوز لهؤلاء أن يفتوا. في الحديث أو في الأثر أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأن الذي يفتي يقول إن الله أحل كذا، يخبر عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا، فهو يتقول على الله بغير علم، إذا كانت فتواه خاطئة تقول على الله بغير علم، سيسأله الله عن ذلك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم طلاق الحائض وإذا قلت لزوجتي وهي حائض، علما بأني قرأت أنه لا يقع إذا قلت لها طالق من باب المزح؟ إذا قلت لها طالق تراجع المحكمة أو تراجع دار الإفتاء لتخبرك عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا مهندس مقيم في جدة، أسأل عن حكم دفع الصدقة للأخت ما دامت محتاجة. إذا كانت الأخت محتاجة إلى النفقة وليس بينك وبينها حاجب للميراث، لو ماتت يمكن ترثها، إنك تعطيها تنفق عليها من مالك ولا تعطيها زكاة، لأنها تجب نفقتها عليك وعلى الوارث مثل ذلك، تنفق عليها من مالك ولا تعطيها الزكاة. أما إذا كانت محجوبة، إذا كنت محجوبا عنها، إذا كنت محجوبا عنها من جهة الميراث لا ترثها وهي محتاجة، فإنك تنفق عليها تعطيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمار من الحوطة يقول ما هي نصيحتكم لمن أبتلي بالتدخين وكيف يتخلص منه؟ نصيحتي أن يتوب إلى الله عز وجل ويقوي العزم على تركه ويبتعد عنه وعن أسبابه وعن جلسائه ويصبر عنه، لأنه صبر عما حرم الله، ومن أنواع الصبر الصبر عما حرم الله، فيصبر عنه ولو كانت نفسه تنازعه إليه أو يتأثر بعض الأيام، يصبر على هذا حتى يفارقه. نعم. أحسن الله إليكم. نبيل محمد مقيم في جدة يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي ووالدتي في وقت واحد مع العلم أني مقيم في مدينة جدة؟ لا يجمع بين أكثر من واحد في الحج أو العمرة، النسك عن واحد فقط ولا يشرك فيه. بإمكانك أن تعتمر عن أمك مرة ثم تعتمر عن أبيك أو من تريد مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم سعد من جدة تقول ما هي حقوق الزوج على الزوجة وكذلك حقوق الزوجة على زوجها، حيث أنه ظهر في الوقت الحالي قصور من الزوجة في حق زوجها وأطفالها خاصة إذا كانت تعمل موظفة أو مدرسة أو غيره؟ حقوق الزوجة على الزوج 4: أولا المسكن، يعني يؤمن لها المسكن، ثانيا النفقة، يؤمن لها النفقة الكافية لها، ثالثا الكسوة، يعني يؤمن لها الكسوة التي تكفيها، رابعا المبيت عندها، أن يبيت عندها، هذه وما زاد عن ذلك فهو من باب حسن العشرة ومن بذل المعروف. والزوجة عليها أن تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذنه، عليها أن تمكنه من نفسها إذا طلبها، عليها أن ترعى بيته وأولاده في حال غيبته، وأن ترعى أمواله إذا غاب عنها، الصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني في حالة غيبة الزوج حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظه في نفسها وفي ماله. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الإيمان والعقيدة وهل يكفي الإيمان فقط؟ الإيمان هو العقيدة، الإيمان والعقيدة في القلب، الإيمان والعقيدة شيء واحد، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
وأما العقيدة فهي ما يكون في القلب من القصد والنية والعزيمة. يقول السائل: ما المقصود بقولنا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازمون جماعة المسلمين ولا ينفردون أو يشذون عن الجماعة، من شذ شذ في النار. هذا السائل يقول: هل يحرم توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يحرم، لأنه بدعة، لم يرد هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك. إذا أعطى الوالد أولاده أجرا تشجيعيا لحفظ القرآن الكريم، هل يكون أجر الوالد مضاعفا؟ يؤجر على ذلك، لأنه من التربية الطيبة ومن التشجيع على الخير. هذا السائل يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهل تكفي للدخول في الإسلام، أم أن هناك أعمال يترتب عليها أن يكون قائلها مسلما، وما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، معناها الاعتراف والإقرار والنطق، الاعتراف والإقرار، القلب والنطق باللسان، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وتكفي للدخول في الإسلام، ولكن إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها فهي كافية. أما إذا كان لا يعمل بمقتضاها، لا يصلي لا يصوم، وهو يقول لا إله إلا الله لكن لا يصلي لا يصوم لا يؤدي أركان الإسلام، هذا ليس بمسلم، هذا يحكم بردته. وما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام أعم من الإيمان، الإسلام والإيمان أخص من الإسلام، فمن جهة إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطنة في القلب، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا يقولون: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الاغتسال بالماء المقروء فيه، هل من الإهانة لكلام الله أن أترك الماء يجري مع المجاري، أكرمكم الله والسامعين؟ ليس هذا كلام الله، هذا ماء، فلا مانع أنك تغتسل به في الحمام ويذهب مع المجاري. إذا مر رجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي رده أو دفعه، وذلك لسرعة مروره، فهل تقطع الصلاة؟ الصلاة لا تقطع، ولكن الإثم، الإثم إذا تركه يمر وهو يقدر على منعه، يأثم الجميع، يأثم المار والمصلي. إذا كان المصلي لا يقدر على منعه ومر، إنه يأثم المار فقط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الممنوع والمشروع في الألبسة الخاصة بالرجال والنساء؟ هذا باب واسع. الرجال لهم ملابس خاصة لا تلبسها النساء، فإن لبستها فهي متشبهة بهم وملعونة، والنساء لهن ملابس خاصة لا يلبسها الرجل، فإن لبسها فإنه متشبه بهن وملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالرجل لا يلبس لبسة المرأة، والمرأة لا تلبس لبسة الرجل. أحسن الله إليكم. هل على المرأة غسل جمعة إذا كانت تصلي في بيتها، ومتى يبدأ وقت فضل غسل الجمعة؟ الغسل إنما هو على الذين يذهبون لصلاة الجمعة، يأتون لصلاة الجمعة، أما المرأة تصلي في بيتها ليس عليها غسل، لا يشرع لها الغسل، أما أرادت تغتسل للنظافة فلا بأس. متى يبدأ غسل الجمعة؟ يوم الجمعة، يبدأ من بداية اليوم. ما حكم من كفر عن يمينه بالصيام 3 أيام مع قدرته على الإطعام؟ لا يجزيه الصيام، إنما الصيام لمن عجز عن الإطعام، فإذا كان يقدر على الإطعام فإنه يطعم ولا يجزيه الصيام. هذه أم علي تقول: أنا كبيرة في السن ولا أحفظ إلا القليل من القرآن، ما حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في النوافل؟ قراءة الفاتحة في النوافل مجزئة، والفرائض هي الركن، وما زاد عليها من القرآن فإنه سنة. فإذا كانت تحفظ أكثر
من الفاتحة فلا تقتصر على الفاتحة لأنه ينقص أجرها، أما إذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة تقتصر عليها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحمد من تبوك يقول: ما هي الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص؟ أن تتعلم العلم النافع الذي تعرف به ما هو الإخلاص لله عز وجل، تتعلم تعرف عقيدتك، وكذلك أن تحسن القصد ولا تنوي طمعا دنيويا ولا تنوي مدحا وثناء من الناس، هذا هو الإخلاص، تخلص العمل لله، لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا رياء ولا سمعة ولا طلب للدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من أبها يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، فمتى يكون، قبل الأذان أو بعده؟ قبل الأذان ما دخل وقت المغرب، المغرب إنما يدخل بالأذان، والأذان يكون على غروب الشمس، هو علامة على غروب الشمس، إذا أذن فإنك تصلي، قبل الأذان لا تصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا إنسان كثير الذنوب، مشكلتي أقول أتوب وأرجع، ماذا أفعل؟ أكثر من التوبة، كل ما تذنب فإنك تتوب إلى الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله وتقنط من رحمة الله. نعم. أم سعد من الرياض تقول: هل فساد الأولاد من الابتلاء؟ نعم، الأولاد من الابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء وامتحان، هل تحسن تربيتهم وتصبر عليهم وتقوم عليهم وتعطيهم حقوقهم أو لا، فهم ابتلاء وامتحان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا حامل ومريضة وأتأفف وأندم للحمل، هل هذا حرام؟ لا تكره ما قضى الله وقدره، وربما يكون هذا الحمل خير يكون هذا الحمل خيرا لك، قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو ليلى من تبوك يقول: ما حكم إعطاء الأبناء الميسور حالهم منازل سكنية دون البنات؟ لا يجوز هذا، لا يخصص بعض أولاده بعطية دون الآخرين، للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو في الميراث، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص متزوج باثنتين ولم يعدل بينهما، بل وترك الزوجة الأولى ولا ينام في بيتها، وقال إنها تجاوزت 50، ما رأيكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، يجب العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الزوجات في المبيت وفي النفقة وفي الكسوة وفي المسكن، يجب العدل بينهن، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم، وجاء في الحديث الصحيح: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم. أحسن الله إليكم. أبو حماد من مكة يقول: هل تشد الرحال للصلاة في مسجد قباء في المدينة، أول مسجد أسس على التقوى، أم يقصد أو لمن سكن أو زار المدينة، وهل أجر العمرة يصح؟ السفر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويدخل مسجد قباء تبعا، إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب إلى مسجد قباء، مسجد قباء يزار تبعا لمن كان في المدينة أو كان قادما إليها، أما أنه يسافر استقلالا لمسجد قباء فلا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما المراد بصاحب القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل الحديث؟ صاحب القرآن الذي يقرأه ويعمل به، قارئ القرآن الذي يعمل به، هذا صاحب القرآن الذي يقال له اقرأ ورقة، هذا الدليل على أنه يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وقد يراد بصاحب القرآن أو أهل القرآن من يعمل به ولو لم يحفظه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. وفي ختام هذه الحلقة نقول لكم تحيات الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.